بس بس يهرب بيتك يهرب بيتك انت سكت انا هنا ما اسميش عثمان امال اسمك ايه اسمي جول اشقر اشقر ده انت نهارك استغفر الله العظيم ايه ده ايه ايه شوت 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 ايه مالك ايه ده ما توترناش الاف بي اي بيجروا ورايا والدبليو دبليو اي بيجروا ورايا وجون سينا بيجري ورايا وعمال يعمل لي كده اهو طب وانت عملت ايه؟ عملت له كده اهو فادي جزا يا اسطى ايه الدماغ دي؟ معقوله كان في بانجو ايام الانجليز انت ايه الدماغ دي عاملها ازاي؟ بهدلوني يا عثمان وانا بهرب من الكامب الانجليزي العساكر ولاد الكامب ضربوا عليا صاروخ جه في قلبك؟ لا جه في كامب اليمين هنا بص بقى انا عايز اتوب يا عثمان عايز اتوب وانضف وابني اسره مش انا خطبت البت سماح يا عم سماح دي مصر كلها ماشيه معاها ما تكبرش الموضوع هي مصر قد ايه يعني اتفضل يا معلم اوراني اتفضل هو ده بقى الكازينو ضايفين بقى الراقصات والغواني والحاجات الحلوه دي الراقصات بيجتهدوا جوه اشحني ب 10 جنيه يا نايب على لبسك حتى تشرب كونياك ولا بيره يا نهار استغفر الله العظيم كده هنروح النار كونياك وبيره امال تشرب ايه هات كاس تكيلا بس دي تبقى تكيلة عليك يا معلم انا اسف اسف بقولك يا معلم انت جبت لي سلاح ولا نخش في المهم رحت الكامب امبارح لقيت لك عرض نازل تحفه تاخد 2 مسدس ساقي عليهم مسدس ميه هديه انت رحت الكامب ولا رحت بيتزا كينج ما قال لي 2 وتاخد عليهم 1 يا ابني انا توبت وبسرق عشانك انت سرقتني ازاي بص بقى شوف الخطه خدت في ايدي بطيخه وانا داخل اول ما دخلت فضيت كل الجواح حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضي اشيل اللي انا عاوزه تحط في البطيخه المسروقات اه يا ولعبان بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص مين قال لك ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب دبابه جوه البطيخه وكيس زبيب انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي الفشار ده ابويا عرفتك كمل كمل ما قربتش طياره جنب الدبابه طياره جوه البطيخه ايه الاوفر ده لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا طب ما هربتش غواصات قبل كده لا يا عم دي كبيره عليا دي ليه يا عم تعال وانا ما بعرفش اكذب اقول لك يا سلام تجيب فراولايه ما تاكلهاش وتجيب تفاحيه وموزايه ومانجايه تقطع كله شوب فخفخينه تقعد برينز والغواصه ما تفكر بقى تسرق زي وانت بتشرب مش عملت لك فخفخينه انت بتهزر بقى انا قاعد عملته عشانك عملت ايه عشانك عملت ايه عشانك ما انا طالع بالبطيخه كشفوني ضربوا عليا نار اسكت لا ما سكتش رحت ماسك البطيخه عاملها كوزه طلعت الدبابه رميت لها اللب هي تضرب وناكل في الزبيب هي تضرب وناكل في الزبيب هي تضرب وناكل في الزبيب وعملت ايه قلعت النضاره 3 دي واستمتعت بالفيلم كده والله انت جاي تشتغلني يا معلم ليه يا عم انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه بص بقى ده انا جبت لك نقاوت الغالي وري ايه ده امسك ايه ده ايه ده امسك يا واد ما كده يا ياض ده اللي هقتل بيه لا ما تقتلنيش كده اخش النار ليه جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار يا نهار استغفر الله العظيم انت جاي توب هنا انا مال انا ما بيعرفش يضرب نار اعمل ايه مش تقول يا عثمان بص انا ابعت لك واد خلاصه يجيب من الاخر تمام يقعد هنا في وسط الزباين عيونه خضره لونه ابيض شق اللفت شعره اصفر تمام تقول له كلمه السر يضرب وايه كلمه السر حكوره اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول هل بتا انت عايز تقتل خليل باشا ليه خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي امال كان اسود برباط انت هتهزر على ابويا لا ده انا واخد بخاطر ابويا مات هو كان ابويا بيضاني كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد هو الراجل اللي كان بيقلل شوكولاته ده ابوك انت تعرفه ما انا لحست معاهم سامحني يا عثمان الله يرحمك يا ماما جيرسي ماتت لا ساحت ما سابتلكوش حاجه سابت لنا الغلاف معلش معلش ما انجلكش في حاجه وحشه صاحب واجب يا معلم مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك طب كانت فين كانت في مقابر الكيت كات والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم حبيبي حبيبي يا عثمان بقول لك ايه يا عثمان ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا ليه العربيه باظت لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن هشيلها طب ودي هتطير ازاي هتطير من الفرحه يا معلم سي يو عثمان سي يو Yeah, true, man.
معصومه. انت يا ايه انت سبتني بعد ما خرجت؟ انا مش عايز اكمل في الخواجه. ليه والله؟ ركز فيها، تعملوا سينما. والله العظيم طول ما انا جنبك ما امثل غير هنا. سينما ايه؟ اتنقل على عينك. انت ركز بس فيه. ركز. طب ما عايز تشتغل ايه؟ اشتغل مطرب بقى. ده منظر مطرب. انا والله مطرب. طب سمعني حاجه. اسمع دي. الله. سمعني حاجه تانيه في قوه دي. اسمع دي الجديده. لا دي عدت كوبليه كذا مره فعملت نوع من الرخامه. اقصر شويه؟ اقصرها. اسمع دي. ها؟ ايه ده؟ انت كلمات اغانيك تحفه. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع مؤلف اخرس. بس مش عايز اقول له عشان نفسيته يعني. انت جاي تعمل خير وتقرفني انا صح؟ اعمل ايه طيب؟ الراجل بيكتب كويس بس ما بيتكلم يعني. انا عرفت انت بطلت غنى ليه؟ ليه؟ ما انت بتنزل البومات فاضيه، حد هيشتريها؟ لا 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 ما ده انا الطرش كلهم بيحبوني. اقعد ساكت. مين؟ طرش. مفيش اطرش ما بيسمعنيش. انت هتقرفنا. انت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ روح ولع اليافطه بتاعت الكباريه. الفرقه جايه اللي انا جايبها احسن فرقه في مصر. انا هولع في اليافطه وفي الكباريه عشان نخلص. اه والله ماشي. يلا جايب فرقه انا على حسابي. انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي يا خالد. لا يا رب الفرقه تخش اللي انا جايبها يا رب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. لما اقول لك تغني تغني، ما تعرفنيش من اول دلوقتي. ماشي. لسه الفقرات جايه. اوكي ماشي يا حبيبي. اوكي حبيبي. مش عيب تبقى طويل كده والدك في الحاره. نايل على عينك. مين انت؟ انت كمان؟ انا اسمي نوال. ده انت شارع عظيم عندنا في الدقي. وعلى كده بقى في اشارات؟ اصلا انا بعشق الانتظار قوي. انت بتعشقي السفاله، ابعدي عني. ومالها السفاله؟ مش احسن ما اعمل حاجه عادي يا خيره؟ ايه ده؟ دي مغفله دي ولا ايه؟ تعالى يا عم صبيح. الباقي يخشوا. ادخل يا عم صبيح. انت عارف يا ولد، عارف يا حامد يا ابني؟ انا شفت الطيار اللي ضرب القنبله على الكازينو، لمحته بطرف عيني كده ابن اللذينه ده. تعرف ده يبقى مين؟ مين؟ ابن خالد هتلر مباشره. هتلر مين يا عم صبيح؟ الراجل اللي بيحط دبانه كبيره تحت مناخيره ده، عارفه؟ شفته بعينك؟ بعيني والله. بعيني يا حامد شفته. اه والله. والله العظيم الراجل من كتر الكذب وحلفانه الكذب ربنا شفط نظره. يقول لك والله شفته وهو اساسا مش فاهم هو فين. على فكره ده مش اعمى. امال ده ايه؟ ده كفيف. كفيف؟ اه. اقول لك بقى كفيف ازاي؟ ازاي؟ كنا في خناقه، حد اداله كف، من ساعتها بقى كفيف. او شت شت الحزام على وسط الخير وليك ايدك. يا حول الله. انا اللي بجيبه لنفسي. انا جاي فرقه تشلني. بس اعمل ايه؟ عادوا. يلا انا عايز فرخه يا جماعه في الكباريه. عايز فرخه. عايز سعاده. اغاني. اغني لك حاجه فيها فرخه؟ ايوه تعال. يلا بتعرف تغني انت؟ عيب عليك. حدد يعني. ماشي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. ايه رايك؟ يا ليلي يا ليلي. وحياة امك غلينا حاجه بالنهار. يا ليل يا الساعه بقى